طيب على الهاتف الدكتور حامد فارس، استاذ العلاقات الدوليه. دكتور حامد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا معالي النائب المحترم. انا واقف قدام خطاب امين عام الامم المتحده لمجلس الامن وتبعاته، يعني انا شايف ان هيكون لي تبعات جامده جدا، لان تفعيل الماده 99 من ميثاق عام الامم المتحده بينفض، يعني بيرفع ايد الجمعيه العموميه وبيحطه في حجر مجلس الامن. ده رقم واحد. وواقف ايضا عند التصريحات المستمرة من مصر ومن الجانب المصري على يعني رئيس هيئة العامة للتعليمات، بيقول مصر حذرت وما زالت تحذر من مخطط تهجير الفلسطينيين، لان النهاردة الامين العام اكد ان هناك مخطط لتهجيرهم. رأيك ايه في الخطاب وتوجه الامين العام لهذا الـ يعني التحرك؟ ورأيك ايه ايضا في استمرار المخطط اللي نوه اليه امين عام الامم المتحدة؟ يعني كل الطرق تؤدي قولا واحدا الى ان اسرائيل ما زالت تقوم بغيها لمحاولة تهجير الفلسطينيين. تصريحات الامين العام اليوم بتضع مجلس الامن امام تحدياته، لان هو بيستخدم السلطة الاعلى له من تحويل يعني الملف برمته باعتبارها مسألة مهمة وطبقا لصلاحياته الدستورية التي خولها لها الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص المادة 99 والمادة 35. تلك المادتين يعطيان الحق للأمين العام للأمم المتحدة لوضع هذا الملف أمام مجلس الأمن، ومجلس الأمن هيعقد جلسة مهمة يوم الجمعة القادمة للعمل على بحث هذا الملف، في ظل أن كان فيه أربع مرات تقدمت بمشروعات، أربع دول تقدمت بمشاريع خاصة إلى مجلس الأمن، ولكن الفيتو الأمريكي حال دون أن يتم الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار. أيضا كلمة الأمين العام أو سكرتير الأمين العام للأمم المتحدة اليوم بتتوافق مع الرؤية المصرية والرغبة المصرية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وأن تتوقف إسرائيل عن سياستها أحادية الجانب للسعي وبكل قوة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي توافق الرؤى المصرية مع الأمم المتحدة سيدفع في اتجاه أن تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولياتها، لأن هنا أضع في الاعتبار أن الإدارة الأمريكية هي دائما وأبدا ما كانت تستخدم حق الفيتو بشكل واضح. طب أنا كويس، هذا هو الموقف، وأنا كنت لسه بقول ده. إذن بعد ردود الأفعال المختلفة سواء من جامعة الدول العربية، من الاتحاد الأوروبي، من كل ردود الأفعال المختلفة، هل تتوقع أن يستمر تعنت الموقف الأمريكي في مجلس الأمن في الأيام القادمة، لأن مجلس الأمن لن يستطيع أن يتجاهل رسالة الأمين العام؟ يعني لابد أن يدرك مجلس الأمن وبالأخص الإدارة الأمريكية التي هي دائما وأبدا ما تعرقل صدور أي قرارات لوقف شامل لإطلاق النار، أن تصفية القضية الفلسطينية لن يحقق السلام لإسرائيل، لن يحقق الأمن إليها. أمن إسرائيل أصبح على المحك الآن، لأن عدم تفعيل هذه المبادرة أو حتى أي قرارات تقدم لمجلس الأمن للعمل على وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة سيؤدي بالتأثير المباشر على الإدارة الأمريكية وبالأخص الرئيس الأمريكي بايدن، الذي يعني يتحمل كل ما يحدث الآن من إراقة الدماء داخل قطاع غزة. احنا بنتحدث عن أكثر من 50,000 مصاب، وبنتحدث عن 20,000 شهيد، وده عدد كبير جدا يا أستاذ محمد. لابد أن يتم وقف نزيف الدم، لابد أن تتحرك الإدارة الأمريكية والمجتمع الأوروبي، لأن الآن أرى أن هناك تحركات من قبل الاتحاد الأوروبي بعيدا عن العباءة الأمريكية، وأصبح هناك انسجاما مع موقف الأمم المتحدة ومع موقف الأمين العام للأمم المتحدة بعيدا عن الإدارة الأمريكية. وبالتالي هل الإدارة الأمريكية ستتخندق مع إسرائيل في خندق واحد أمام أكثر من 160 دولة، خاصة بعد قرار الأمم المتحدة بموافقة أكثر من 120 دولة على ضرورة فتح ممرات إنسانية وإدخال كافة أوجه المساعدات لقطاع غزة وضرورة وقف إطلاق النار، وأيضا حتى القرار 27/12 اللي صدر من مجلس الأمن لم يتم تنفيذه حتى هذه اللحظة، ولكن إسرائيل تقوم بالتهجير من الشمال
الى الوسط، ومن الوسط الى الجنوب، ومن الجنوب الى اقصى الجنوب. وبالتالي هناك خطوره حقيقيه لاتساع دائره الصراع، في ظل اننا شاهدنا تصريحات قويه جدا من الدوله المصريه ان السياده المصريه غير مستباحه، ولن تسمح مصر باي حال من الاحوال بتصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب سيناء المصريه، ولن تسمح بتصفيه القضيه الفلسطينيه من الاساس. وبالتالي اسرائيل لابد ان تدرك ان معاهده السلام مع الدوله المصريه على المحك إذا استمرت في هذا المخطط الشيطاني بمحاولة القفز على السيادة المصرية، لأن السيادة المصرية هي يعني خطوط حمراء لا يستطيع لأحد أن يتجاوزها.